السلام عليكم. ضيفي لحلقة هذه الليلة وزير لوزارتين في دورتين متتاليتين. لم يثر الضجة السياسية أو الإثارة السياسية بين الأوساط السياسية على طوال الدورتين الماضيتين، يقول بأنه من أبرز من حارب الفساد في وزارتيه، لكن شيئا لم يبدو واضحا من منجزاته على هذا الصعيد. دعونا نشاهد هذا التقرير لنتعرف على الضيف أكثر. وزير لوزارتين، الأولى أصالة والثانية بالوكالة، ويبدو أن استزاره المزدوج أحد السمات البارزة في رحلته الوزارية، حيث سبق له أن شغل وزارتين أيضا في الحكومة السابقة. ينحدر من محافظة ميسان وينتمي إلى عائلة يقول إنها استهدفت بسبب انتمائها لحزب الدعوة. يحظى بمقبولية واسعة من قبل الأطراف السياسية ومقرب فوق العادة لرئيس الوزراء السابق. رغم ذلك أقيل من وزارته في حملة الإصلاح التي قادها آل عبادي قبل عامين. ينسج علاقاته مع القوى السياسية نسجا محكما قد يكون في الأداء أو في مراعاة المصالح. ضيفنا لحلقة الليلة مرشح فوق العادة لقيادة الحكومة المقبلة، لكن انتمائه الحزبي قد يعرقل تنصيبه. يحتكم على ملفات عدة في الوزارات والهيئات التي رأسها، فهل سيضعها اليوم في متناول اليد؟ من جديد ارحب بكم سادتي المشاهدين الكرام. اذا ضيفي لحلقه هذه الليله وزير العمل والشؤون الاجتماعيه ووزير الصناعه والمعادن بالوكاله السيد محمد شاع السوداني. مرحبا بحضرتك مع الوزير. اهلا وسهلا بكم، شرفنا حضورك لهذا اليوم. شرف، شكرا جزيلا. ويمكن اثيرت حفيظتك من المقدمه اللي قدمتها خصوصا فيما يتعلق بمحاربه الفساد. انا اقول اما اكو سوء بالترويج لما حققت من في مجال مكافحه الفساد، أو أنه هو كان على الموظفين الصغار فقط، أنت شو تقول؟ أو إثارة من قبلك. أو إثارة من قبلي. لا، إحنا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة. حياك الله. تحية لمشاهدي قناة الشرقية. إحنا عندنا خطوات وأرقام وتحقيقات وقضايا أحيلت. وكيفك منين تريد أبدي؟ أنت تبدي من وزارة العمل. نبدأ من وزارة العمل باعتبارها وزارة بالأصالة. جيد. كان أهم مشروع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروع الرعاية الاجتماعية سابقا، الآن مشروع الحماية الاجتماعية. مشروع الرعاية الاجتماعية كانت دقة الاستهداف وفق تقارير للبنك الدولي ووزارة التخطيط لا تتجاوز 22%. يعني 22% من المستحقين فقط يأخذون رواتب الرعاية الاجتماعية. نعم. من أصل مبلغ 1,350,000,000، يعني هناك مبالغ طائلة تذهب إلى غير المستحقين. مليار وربع دولار تقريبا. طيب، بعد ما باشرنا بمهامنا بدأنا بتنفيذ قانون 11 لسنة 2014. اللي هو شنو هذا القانون؟ قانون الحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية. من أفضل القوانين. طيب. يعتمد خط معيار الفقر. من أفضل القوانين من حيث الصياغة والتشريع ولا من حيث الاستهداف؟ من الإعداد والاستهداف والمعيار. جيد. وعد طيلة 3 سنوات باستشارة البنك الدولي بعد الاطلاع على أفضل تجارب الحماية الاجتماعية في المنطقة والعالم. جيد. فشرع هذا القانون وهو لأول مرة يربط خط الفقر بالإعانات النقدية بالحماية الاجتماعية. من نفذناه كانت في ركنين أساسيين، تدقيق تقاطع بيانات وبحث اجتماعي. بالتدقيق طلعنا موظفين ومتقاعدين كانوا ياخذون بالرعايه الاجتماعيه. نعم، ياخذ راتب منا وياخذ راتب منا. راتب منا بحدود 23,000 وسلمناهم للوزارات. رقم كبير. نعم، ومن كل الوزارات بدون استثناء. وحتى الاوقاف. زين. حتى الاوقاف. حتى الاوقاف ما شاء الله. زين. انتقلنا وين؟ لمرحلة البحث الاجتماعي. نقول للمواطن انطينا عنوانك قسم، يعني احنا ما لقينا حتى اوليات وكذا بعضها حتى يزورك الباحث زيارة ميدانية يتأكد من وجوده ومن وضعه. 60,000 رفضوا يعطون عنوان. قطعناه عنهم الإعانة. جيد. ونتيجة البحث الحصيلة احنا امام 200
و52 مليار دينار أوقفناها ووجهناها للمستحقين. ال 22% إلى وين ارتفعت وفق المقاييس اللي اعتمدت عليها؟ يعني وفرناها بدل ما كانت لا تعطى 22% مو كانت الفئة المستهدفة فقط 22 بعد تنفيذ القانون في تقرير راح ينزل للبنك الدولي هو يقيسه يقول وصلنا إلى دقة 60%. طبعا كل نظم الحماية الاجتماعية في دول العالم ما تتجاوز 50%. احنا الوحيدين اللي حققنا هذه الانتقال المهمة. شوف واحدة من الشهادات البنك الدولي منظمة دولية ما تجاملني ولا تجامل العراق أكيد. ولا الوزارة. اطلع انا اعطيك الموقع مالتها وشوف ايش كاتبين العنوان مالته وفق اخر نشرة. قصة نجاح في العراق اصلاحات الحماية الاجتماعية. احنا وصلنا من 22 الى 60%. 60%. طبعا هنا ال 40% مو متجاوزين. لكن احنا بنتكلم عن خط الفقر اللي حددناه ب 105 الف دينار. اكو مواطنين يجوز فوق خط الفقر وهم محتاج هم مستحق. رغم انه صعدنا احنا مو على ال 105 حللنا لا 129 الف قلنا حتى لا ناثر على مواطنين هم بجانب هذا الخط. جيد. اليوم ما عندنا موظفين. اليوم ما عندنا متقاعد ياخذ. فهذا اللي نقدر نتكلم بها بثقة. الملف الثاني اللي قدرتوا تستهدفوا فيما يتعلق بمحاربة الفساد في وزارة العمل الاجتماعي. طبعا احنا تبنينا اجراءات شفافة في خصوصا في جانب القروض. واجهة موجودة في الحاسوب في الموقع الالكتروني. المواطن يدخل على هذه الواجهة ويسجل بياناته وياخذ القرض. حققنا نسبة طبعا عدد القروض الممنوحة خلال أربع سنوات بحدود 42 ألف قرض. هاي المشاريع الصغيرة للشباب العاطلين. شوف شلون أنت تعرف هذا المشروع ناجح لو لا. من نسبة الاسترداد. نسبة الاسترداد تجاوزت 81%. ولا برنامج قروض في مطروح من قبل الوزارات بما فيها برنامج الإقراض من المصارف تجاوز 5% استرداد. احنا وصلنا ل 81. جيد. يعني شنو اللي خلانا نوصل ل 81%؟ يعني شلون اشتغل؟ شنو الاليه اللي اعتمدتوها؟ معناها المواطن اسس مشروع. معناها المستهدف هو فعلا مستحق. فعلا احسنت. وبدا ياسس لي مشروعه في عائد وظل يسدد. طبعا القرض احنا بدون فوائد سنه سماح خمس سنوات. الشركات. الشركات اللي نستهدفها في عملية التفتيش. أنا أعطيك أرقام. عندنا للسنة 2010 تفتيش شنو ممكن توضح لي؟ تفتيش العمل. أنا مفتش العمل وفق قانون العمل يفتش ويتحقق من مدى ضمان معايير العمل العربية والدولية معايير دولية ووفق قوانين قانون العمل وقانون التقاعد والضمان. فالإيرادات الصندوق التقاعد والضمان بين 2010 و 2014 كانت بحدود 400 مليار دينار. وهذه الفترة تتذكر هذه فيها مشاريع وخطة استثمارية وموازنة وحركة تنمية. في حين من 2014 ولغاية 2017 إيراداتنا وصلت 792 مليار. يعني تقريبا بال 48 الى 45% زياده. هذا شنو السبب؟ السبب احنا دخلنا لكل الشركات بما فيها شركات النفط. الايرادات اللي تجي من الجبايه؟ اي طبعا. نعم. هذه كانت مغلقه وتكتنفها نوع من الفساد. نعم. يعني المفتش العمل او المديريه او القسم المعني في المحافظه مثلا ما يروح يدخل شركات النفط مجلات التراخيص مقابل رشوه او مقابل شيء ما اعرف او عدم متابعه او عدم اهتمام. رغم انه السبب الاكبر انه كانت ممانعه لكن احنا صدينا. تعال انت شركه اجنبيه وجاي تشتغل. انا بامس الحاجه انه اشغل على العاملين. اريد اضمن انه هذا المشروع في نسبه عاملين من العراقيين. فتشناه ودخلنا. أنا في أحد الحالات هذا وفق القانون. وفق القانون إيه لا غصبا عنه لازم يشغل الناس بنسبة معينة. أي بس كان معطل. في أحد الحالات إجاني رئيس شركة لوك أويل من موسكو. إجي الوزارة لأن حتى محكمة العمل. هذا إصلاح. هذا ملف يعني يكتنف غموض وفساد. وحققنا هذه الإيرادات. أريد أتحدث ويا حضرتك ما دام نحن يعني نناقش موضوع ملف
العمل والشؤون الاجتماعية قبل ما ننتقل للصناعة وبعدين للملف السياسي. العمل والشؤون الاجتماعية شاركت بصياغة قانون التأمين الاجتماعي. هذا القانون اللي التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية. هذا القانون اللي يفترض أنه هو يقر من مجلس الوزراء ويروح لمجلس النواب، طرحت المسودة مالته لكن صارت عليه ضجة بشكل أو بآخر، سحب أو تلكأ مجلس الوزراء في تشريعه وفي دفعه إلى مجلس النواب. شنو السبب؟ إذا تسمح لي دقيقة واحدة تفضل. خريطة الطريق اللي أقرت بين وبين وزارة التخطيط وبإشراف المستشار الفني البنك الدولي وضمنتها بالبرنامج الحكومي لهذه الحكومة مباشرة بعد استلامي، كانت تضمن ثلاث مكونات. المكون الأول شبكة الحماية الاجتماعية، وهذا قطعنا شوط به ونفذناه. المكون الثاني التأمينات الاجتماعية، والمكون الثالث سياسات سوق العمل اللي هي التدريب والتأهيل والقروض. من إجينا للتأمينات الاجتماعية، هذا الاستحقاق وعدينا إعداد من ورش واجتماعات وندوات ودراسة، وكان بالفعل إصلاح حقيقي يحسب للعراق. ليش إصلاح حقيقي؟ شنو اللي بيه مميز؟ أحسن. لأول مرة تدخل دولة مثل العراق بظروفها وتشمل القطاع الغير منظم بالقانون. من هو القطاع الغير منظم؟ 5 مليون مواطن عراقي غير محمي. يعني ما عنده راتب تقاعدي او ما عنده دخل ولا وظيفة أصلاً، ولا عنده فشيء. 5 مليون 5 مليون تقديراتنا. اللي عندنا فقط اللي مضمونين 300 ألف. شوف هو الكبيرة. طبعا هذا 5 مليون ما مضمون بدون حماية. هذا بكرة يصير عليه اي شيء طارئ، وين هو عائلته؟ صحيح. للمجهول. فمن اجينا وراح نشمل هذا ال5 مليون، يعني ابو سائق التاكسي، ابو تشمبر، ابو المحل، ابو كذا، راح يدخل وياك بقانون التامينات حاله حال الموظف. هو الموظف انا ياخذ من راتبي 10% والحكومه تساهم ب 15%، هو راح ناخذ من عنده 9% والحكومه تساهم بنسبه وفق نظام عنده مجلس الوزراء محددناها. فهنا راح يعني خدمته ايش قد يصير، ايش كم سنه ياخذ تقاعد. وبهذه الطريقه اولا ندعم القطاع الخاص، اثنين نعطي امل للناس. اذا ما عندنا تعيينات شو نقول لهم؟ خوي روح يشتغل بالقطاع الخاص حتى القانون شمل اللي ايضا صار. اللي ياخذون راتبين لازم ياخذ راتب واحد. لا هو هنا الاشكاليه اللي صارت. وانا قلت لهم طبعا هو بنتدمج صندوق تقاعد الضمان العمال مع صندوق التقاعد الحكومي، لازم تلغي قانون التقاعد الموحد رقم 9 سنة 2014. تمام. هنا هيئة التقاعد الوطنية عدتها تعديلات تتعلق بمؤسسات العدالة الانتقالية، تتعلق بمخصصات كذا ما أدري شنو لفئات. قلت لهم إذا تدخلون هذه بالقانون راح تصير ضجة ونضيع الهدف الأسمى اللي هو هذا القطاع الخاص. للأسف أصروا أنه لا، هو كله قانون واحد ولازم نعدل وكذا. هي خشية من الضجة لو من شنو بالضبط مع الوزير؟ يعني الضجة هسه وقفت القانون ولا لا؟ وقفت القانون. وقفت بس هي هاي حالة غريبة، أنا أريد أوقف عندها. للأسف يعني إحنا ناقشنا القانون وأقر في ورشة وبحضور أعضاء مجلس النواب من الدارة القانونية، من اللجنة المالية، من اللجنة العمل والشؤون البرلمانية والوزارة المعنية وهيئة التقاعد الوطنية غيرهم المعنيين وبوجود المستشارين. أقر وتكلم مفروض يمشي إذن. فصارت الضجة. طبعا هذه المشكلة اللي قاعدة تواجهنا إحنا بالحكومة، وأنه بعض قراراتنا وقوانيننا هي تجابه. إذا تسمح لي حضرتك هي هاي اللي أريد أوقف عندها. هو بالأخير أنتوا تقودون لو المجتمع يقود. يفترض احنا كحكومه وبرلمان نقود. بالاخير يعترض واللي ما يعترض انت تعرف مصلحته وين، وانت تريد تروح باتجاه التشريع او باتجاه اتخاذ القرارات. ليش دائما الضجه توقف القرارات الحكوميه والقوانين حتى؟ للاسف صارت ضجه كبيره ركزت على بعض الحالات. طبعا هو شيء طبيعي انه القانون ما راح يخضع او ما راح يكسب رضا كل المعنيين. لازم اكو فئه متضرره. لكن انا خل ابين، يعني اذا تتضرر عندي فئه 20-30 ألف امام منفعه 5 مليون، خمسة مليون قراري لازم انا يروح باتجاه ال 5 مليون طبعاً. هذه الضجة مع يبدو أن الشريحة المستهدفة كانت شريحة مؤثرة متنفذة.
للمستهدفة وين؟ يعني المستهدفة بعض القانون؟ لا المستهدفة العمال الفقراء. لا أقصد المستهدفة سلبا يعني اللي سلبا لا هو مجموعة أسباب. أولا تدري كانت الأوضاع السياسية مرتبكة وقرب انتخابات الكل ما يريد يزعل أحد. قصة الراتبين قصة أنه اللي يأخذ راتبين لازم يروح يأخذ راتب واحد. شنو هذه؟ هذه على التقاعد الحكومية. تقاعد مو يمي. هذا قلت لك هم عندهم تعديلات التقاعد وهي الحكومية. وهي مو غلط. وهم قبلوا بالمناسبة يعني هم للأمانة مؤسسة الشهداء والسجناء أعتقد وافقوا قالوا نقبل براتب واحد الأكثر. بس ما أدري يعني صار فجوبة هذا القانون بشكل لا يوصف بحيث حتى اللي مقتنع به ما ظل يتكلم ويقول هذا القانون مفيد. شفت حضرتك فيديو أعتقد أنت بين فترة وفترة تصور فيديو على اليوتيوب تناقش به بعض المشكلات الموجودة. شفت فيديو تنتقد به الإعلام بشكل أو بآخر تقول أنه بعض الصحفيين يروحون على عائلة فقيرة واحدة في حين أنه إحنا عندنا جيش من الموظفين يستهدفون 1,200,000 ما أعرف إيش قد. عندك عتب على الإعلام هذا الصدد؟ لا أبداً أنا أكثر واحد متعاون أنا وزارتي مع الإعلام. لا تعتقد أنه البعض يظهر الفقر على أساس أنه هو ما مستهدف من قبل الدولة ومن قبل الوزارة؟ لا 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 بالعكس الفقر ظاهرة معروفة اليوم وإحنا ترى لأول مرة نتكلم عن الفقر بأرقام ونسب وإحصاءات هذا ما كان موجود بالعراق. الإشكال وين؟ الإعلام من يطلع؟ خلي ياخذ الماده المشكله مالت المواطن ويوصلها للوزاره حتى يساعدنا وهو هذا اللي قاعد يصير. انا هسه حتى تصير العلاقه تكامليه بشكل او باخر. اما هو مجرد يسمع المواطنه توقف الراتب ويبدي بمسلسل ويافد موسيقى حزينه ويا معودين وينك بعد غيره هذا مو اسلوب مهني. انا في بعض الحالات يخابرني هو بالموقع تليفوني ونفذ إجراء بالعكس يعني جانب المتاجرة بهموم الناس وأوجاعهم هذا كلنا احنا ما نقبل عليه. بس بالأخير المخرجات اللي قاعد تجي انه نسب الفقر نسب العاطلين عن العمل نسب الشحاذين والمتسولين الموجودين تسول ظاهر التسول يعني تبدو انه ما عندنا يعني تبدو كمخرجات ما عندنا احد ورا دولة ما عندنا جهد حكومي جهد للدولة يعني أنت تعرف حضرتك هذه عصابات التسول لك عصابات منظمة صار صحيح صار غلط انتقل إلى تجار. شنو متابعتكم من هذا الموضوع؟ هو بشكل عام هذه الظواهر المجتمعية سببها بالتأكيد الوضع الغير مستقر اللي مر به البلد اقتصاديا سياسيا حروب وتحديات أمنية وتنمية واقتصاد متلكئ والنزوح وما أعرف إيش والنزوح. إحنا بدأت أزمة التسول إذا تتذكر مع الأزمة السورية من انتشار السوريين في داخل العراق ومن ثم موجة النزوح بعد 10/6/2014. معالجات الوضع هي لا تقتصر فقط على وزارة العمل. احنا بنتعامل مع ظاهرة التسول بالتحديد من خلال عدة خيارات. عندنا دور إيوائية توفر الخدمة الإيواء للأيتام وكبار السن وده نعرفها عليهم والبعض يستجيب. وعندنا شبكة الحماية الاجتماعية نشملها براتب. المشكلة في النسبة الأكبر اللي ترفض هذه الخيارات كونها امتهنت هذه المهنة مهنة مربحة مربحة يعني التقاطع كذا وتطورت إلى أنه استغلت صارت من بعض وصلت مرحلة الإتجار حتى على الظروف الأمنية يعني أكو تشخيص لي. وليش ما توجه الدولة حكومة خلي أقول موجودة لجان على مستوى لجنة برئاسة نائب محافظ في كل محافظة وعضوية كل الوزارات والهيئات لكن أكو إشكال في القانون وهذا يحتاج لتعديل. أنا المشرد اليوم من يتم إمساكه يتم إصدار قرار قاضي بحجزه وين أخذه للدور الإيوائية يعني محجوز ما يطلع بالدور الإيوائية ماكو مجال. لا لا مو شغلة ماكو مجال بالعكس 50% طاقة الاستيعابية لكن المتسول القاضي ما يحجزه يقول يكفل أو جلب شهادة مواطنين اثنين حتى أنه فعلا امتهن مهنة التسول يلا انتقل للعقوبة الحجز أو غيرها. وهذه كل القضايا بشهادة الداخلية كلها تطلع. فقلت لي خلي نروح إلى تعديل. إذن المشكلة بالغطاء القانوني المشكلة أسباب كثيرة حتى بالمجتمع. المجتمع أنا مو أقول لك لا تنطل الفقير لكنه هذه الظاهرة يكون أخي ما أنت توقف في الترافيك لايت ويلتمون عليك هذا اللي رش على الجامعة وهذا ما أعرف شو يسوي مضطر مضطر في بعض الأحيان يعني فهو إجراءات مجتمع حكومات محلية وزارات معنية لكن كوزارة عمل إحنا هذا دورنا هذا واجبنا نعرض عليه الخدمات الإيوائية نعرض عليه قرض
وسمعتم تعال نقول انطي قرض واشتغل بدل ما تتسول. مع ذلك ماكو نتيجه واضحه، يعني ماكو ما حددنا هاي المشكله بشكل او باخر. يمكن اخر اجراء اتفقنا مع وزاره الداخليه انه تكون لجنه دائميه. بصراحه اللجان اللي على مستوى المحافظات ماكو فاعليه، فيمكن البارحه انا بالبريد هذا الكتاب اجاني للامانه، اقترحت لجنه برئاسه وكيل وزير الداخليه وعضويه مدراء عامين حتى تكون فتح حلول مهمه واجراءات، منها جانب تعديل القوانين حتى يساعدنا واجراءات تنفيذيه. عندنا استعداد نفتح دور ايوائيه متسولين جيد، بس ريت قرار قاضي حتى جيد. لكن كلامك بالعكس انا مع الاعلام، والاعلام خير مساند لنا في رصد الكثير من الجهات. ما دام حضرتك الاعلام خلي اعرض لحضرتك هذا الفيديو اللي هو يتعلق بجانب ترويج معاملات الناس، خلي نشوفه ونرجع مره ثانيه. شوفونا الفيديو الاول شباب. هاي كلها منتظرين واحد اسمه ابو علي، هذا هو ما يقبل يجاوب ولا ينطيش ولا ينطيش، هذا هو اللي لفت انتباهي انه التصوير من داخل الدائره، يعني مو مواطن اللي مصور، هذا موظف هذا ينتقد موظف مصور ينتقد الحاله. بشكل عام هاي يعني هاي ظاهره منتشره بدوائرنا هسه، مو بس بوزارتكم، بكل الوزارات الخدميه. لحد الان بعد مضي 15 سنه ما قدرنا نحقق نسبه تقليل الاجراءات البيروقراطيه وتسهيل ترويج المعاملات بطريقه اكثر، يعني خلينا نقول احترام للمواطن والمراجع. احنا بدأنا بخطوة مهمة في التقديم على الشمول. يمكن اكو فيديو اخر اصوره لك في داخل الوزارة انه كيف نستلم بيانات من كل المحافظات والأقضية من خلال التقديم الالكتروني. استلمنا خلال شهر بحدود 1,035,000 طلب للتقديم على الشمول شبكة الحماية الاجتماعية. مردنا المواطن يراجع وهذا الصورة تتكرر. بدينا بهذه الخطوات. قسم يعني رغم هذا هاي الصوره بدات تبقت هذه مثلا شنو يريد يسلم مستمسكاته او اكو ايقاف يتطلب يجي يحدث بياناته. بس وين المشكله؟ هو هنا بدينا بالاجراءات واتفق معك اكو بطء في كل دوائر الدوله في التحول الى النظام الالكتروني. اكو مشكله عندنا بالبنى التحتيه، يعني انا 4 سنوات ما بنيت لي دائره واحده، ما عندي موازنه استثماريه. كل الموازنه اللي تجيني 25% من الموازنه التشغيليه فقط رواتب موظفي الدوله. قبل حوالي 10 أيام أنا زرت قسم الرصافة حماية المرأة، والله قلت لهم أنا حتى بعد راح أتردد مرات أحاسب الموظف ليش يتأخر. شفت المكان اللي قاعد به مكان ضيق وتجمهر المواطنين، أيضا الاستعلامات مو بذاك المستوى، فنتوسل بهذه الدائرة حتى تطينا فت قاعة أو فت بناية. امكانياتنا ومواردنا هي حاله دون تقديم الخدمه وبناء دائرات الارتقاء بنوع الخدمه بشكل او باخر. اهم شيء طيب. انه يكون استعلامات توفر تضمن كرامه المواطن. طيب. نفذناها طبعا هنا في مقر الوزاره. بس انا اتمنى في الاقسام في المحافظات. طيب. خلينا ننتقل ويا حضرتك الوزاره الصناعه حتى يبقى لنا وقت للسياسه، واحنا يمكن راح نتعارك بالسياسه من نحكي بالسياسه. احنا قلنا لك ما اريد سياسه بس هذا لازم بالاخير هو الوزير منصب سياسي. وقبل لا احكي عن وزاره الصناعه اريد اسالك شنو الميزه اللي موجوده عندك بحيث دائما تصير وزير الوزارتين؟ مشكله علمني بلكي تصير اني وزير الوزارتين. مشكله تصير بمجلس الوزراء. مشكله يضطر رئيس الوزراء يكون يكلف وزير، يعني الان وزير التخطيط وزير التجاره، السيد رئيس الوزراء وزير الماليه، سحابات استقالات، فيشوف نفسه رئيس الوزراء لازم يكلف. وليش دائما يختاروك؟ يعني واختاروا غيري هم اكيد، يعني تعتبر مو بس انا بالوكاله، مجموعه وزراء بالوكاله اكيد طبعا، بس مو تكرر. وهذا السؤال يمكن اكثر واحد يجاوبه هو من يختار. تعتقدها عبء عليك ان تكون وزير الوزارة؟ اكيد طبعا عبء طبعا. وزاره الصناعه ليش لحد الان ما محسوبه من الوزارات؟ ليش لحد الان ما عندنا صناعه بالعراق؟
هذا جواب يعني اعرفه كلش واسع. واسع اذا نتكلم عن الصناعه من 2003 لحد الان لازم نتكلم. اسباب كثيره، عده مراحل، سياسه الدوله، رؤيتها وين هنا اقتصادنا؟ هل هو اقتصاد سوق، اقتصاد نبطء اشتراكي، الهيمنه الدوله؟ اسباب كثيره. لكن استطيع ان ادعي ان هناك سوء اداره، هناك هدر بالاموال، هناك عدم وضوح رؤيه، عدم الاستفاده من اموال طائله خصصت لهذه الوزاره خلال 10 سنوات. احنا خصصنا كحكومه كدوله 3 مليار دولار، يعني حدود 3 تريليون و440 مليار دينار. لو تحسبها مع الرواتب الموظفين اللي هي 9 تريليون، انت امام رقم بحدود 12 مليار دولار كانت تكفي ان تبني صناعه جديده محل الصناعه اللي فات. لكن عدم ترتيب الاولويات، اكو جوانب سياسيه، وبالتاكيد الجوانب اكو منفعه من ابقاء العراق سوق للسلع المستورده من قبل الدول من داخل ومن خارج الله، ولا تلوم دول الجوار او دول العالم، لا لوم الناس تشتغل. يعني هسه يا دوله تجينا يقعد سلام عليكم السلام، والله احنا نشجع على التبادل التجاري، اول ما يتكلم يريد يمشي بضاعته سوقه، ولو اكو تبادل ما يخالف، هي بس احنا ماكو الميزان التجاري ما متوازن، ما متوازن. فهنا يراد لنا خطوات حقيقيه، يراد لنا شجاعه في اتخاذ قرارات الى حد منع بعض السلع. قبل استيزارك من بعهد الوزير السابق جلود مثلا اشتغلت، اللي هي الشركه العامه للمنتجات الجلديه، والالبان ايضا بدينا نشوف البان عراقيه. صحيح، البان وما اعرف كم مصنع اخر اشتغلوا، وبعدين عزلوا، انصرت وزير حضرتك رجعوا عزلوا. لا ما عزلوا، ما عزلوا، لا ما عزلوا، بالعكس اضافينا خطوط انتاجيه كثيره وتوسعنا. النسيج والجلود كانت اكو اشكاليه يمكن على من عندها الاخ الوزير السابق الدراجي، سجالات بينه وبين وزاره الدفاع ووزاره الداخليه. في فترتنا ولله الحمد صار تفاهم مع وزير الداخليه ووزير الدفاع، والان كل تعاقدات الخاصه بالبدلات العسكريه، بالبسطال، بالمستلزمات، كلها من شركه النسيج والجلود. شنو اللي يكون اللي يمثل الحائل الاساسي لتطور الصناعه العراقيه؟ احكي عن الصناعه اللي بالقطاع العام مو بالقطاع الخاص. لا هو انت حتى تطور الصناعه لازم تفكر بالقطاع الخاص. اكيد انا ما اعتقد القطاع الحكومي قادر على النهوض بالصناعه الوطنيه بمعزل عن القطاع الخاص ابدا. بالعكس انا اريد القطاع الخاص يعين القطاع الحكومي. يعني احنا شنو فلسفه المشاركه؟ زين، شنو اللي يمنعنا مع الوزير ان احنا نروح فعلا باتجاه تشجيع القطاع الخاص على الصناعه؟ اللي يفترض ان نكون جادين فعلا ونصدر قرارات وننفذها. احنا قدمنا حزمه من اصلاحات هذه الحكومه، اصلاحات حقيقيه بشهاده القطاع الخاص، نفذنا قسم من عتها، لكن كنا نامل تكون وتيره التنفيذ اسرع مما كان. القطاع الخاص يجيب لك اموال، ينقل لك تكنولوجيا، يكون يشتغل بمعزل عن الضغوط والابتزاز والروتين، يكون يجي للمحافظه الفلانيه للمنطقه الفلانيه، مو تجي الجهه سين او صاد وتقول له اريد ادخل وياك شركه. استنبط من كلامك انه احنا اسرى، يعني حتى دولتنا اسيره بيد مافيات من الفساد والعصابات والمؤثرات الاخرى، حتى بعضها اقليمي ومجاور ودولي وما اعرف. لا لا، ما فيها مو خارجيه وحتى بالداخل بالعراق. طيب انا اقول اليوم البيئه الجاذبه للمستثمر مسؤوليتنا، حكومه اتحاديه، حكومات محليه، كون نخلي تاخذ. شفت الفيديو هذا للمستثمر الكويتي في البصره اثناء مراجعاته لدوائر الضريبه والكاتب العدل، فطلع فلت بجلده يقول انا ما اقدر، انا من الصبح لليوم كامل على مود تأييد. هذا ما موجود في خارج العراق. اثنين، نظرتنا للمستثمر دائما نظره شك وريبه. وخلي نتكلم بصراحه، حتى الاعلام اليوم احنا بنتكلم اللي وجبنا قطاع خاص او شركه، اكو رجال اعمال يخافون يشتغلون لانه يستهدفون وسط هذه السجالات السياسيه. المستثمر جاي وجايب فلوس وخط انتاجي، ليش يستهدف؟ والله لانه
محسوب على الجهة الفلانية أو عنده علاقة مع الجهة الفلانية. أخي أكو عزوف، أنا أتمنى تلتقي برجال الأعمال والمستثمرين، يقول لك أروح أنا أنشئ لي مصنع في الأردن في جبل علي في الإمارات أفضل مما أجي أنا أستهدف بهذه الطريقة. جيد، خلينا ننتقل للملف السياسي مع الوزير ونستثمر الوقت. كنت ضمن الوزراء المقالين في حملة الإصلاح للسيد العبادي، أعتقد أول خمس وزارات قدزها هو للمجلس النواب كان من ضمنها اسم حضرتك، بعدين عدت كوزير أصيل ووزير بالوكالة وزارة أخرى، شنو المفارقة وشنو الفارق اللي صار بين المرحلتين؟ هي كانت فترة حساسة جدا وإرباكات فيها، تظاهرات مشروعة ومطالب للإصلاح، المرجع الدينية طالبت بالإصلاح، قيادات دينية، قيادات سياسية، الحكومة أيضا طرحت حزمة إصلاحات أو خيارات جوبهت برفض من قبل بعض القوى السياسية، صارت جبهة الإصلاح في داخل البرلمان والتداعيات اللي شفتها، فكان هناك قرار مرتبك من قبل الحكومة والبرلمان لم يكن منصفا في تحديد الوزارات التي يفترض أن يتم إقالة وزرائها. ما كان هناك نتيجة الإرباك، ما كان منصف، لم يكن منصف الإرباك السياسي. الإرباك صار إرباك سياسي. يعني يعني سيد العبادي من رأيه أنه من الإصلاح أن يستبدل السيد محمد الشجاع السوداني بوزير آخر، تعتقد هذا؟ والله السيد رئيس الوزراء يوم 24/4 صار التصويت، يوم 26 اتصل بي شخصيا وقال لي انت من اكفأ الوزراء اللي عندي، وهذا القرار ما كان يستهدفك بقدر ما هو كان مطلب لي انه تغيير حكومة وتغيير وزارات، والتغيير راح يشمل كل الوزارات. هذا نص، ما قلت لي ليش ما يشملك انت؟ هذا نص الكلام اللي وصلني في وقتها. انا اقول حتى السياقات القانونيه، انت بتلقي الوزير في جو اصلاحي وفاسدين، يعني هذا هم بفد طعن بكرامه الانسان. خو نجيب الوزير امام، انت حسبته من اقاليته، حسبته على الفاسدين طبعا طبعا، هي هذا انتكاسه، مو الموقع، الموقع بكره هنا عايفين طب شنو عمرين بي، لكنه من تقول لي في هاي الموجة الإصلاح مع الفاسدين، أكيد هذه تحس بالنفس ومؤلمة. كان يفترض أنه يدز علينا البرلمان يستعرض شنو اللي سويته، شنو اللي قدمته، شنو الملاحظات، أما تجديد للثقة أو إقالة. بالأخير حزمة الإصلاحات، تعتقد أنه نجحت الحكومة الحالية بتحقيقها؟ أنتم على أبواب نهاية السنة الرابعة، يعني نهاية الفترة الدورة الانتخابية الكاملة لكم كوزارة. للأسف لم تحقق الهدف المطلوب منها بسبب عدم وجود إجماع سياسي. كان الشد والجذب واضح بين القوى السياسية، الكل ينادي بالإصلاح خصوصا في أمام الكاميرات، لكن هو الدعاء، هو في بعض الأحيان لدى البعض الدعاء و اكو مفسدين ينادون بالاصلاح. يعني شوف الوقاحه، هو مفسد طالب، هو مفسد، هو عنده كذا ملف خرق وكذا سياقات مصحيحه لجان اقتصاديه وغيرها، ويطالب باصلاح. فما كانت اكو جديه. ولهذا انا اقول الفساد الاداري يراد له فعلا اراده حقيقيه حتى نقدر نكافح. ما كان السيد العبادي ما كان مستند على معايير حقيقيه قبل لا يطلق حملته بمكافحه المفسدين، كانما حفز المجتمع انه هو راح يدخل بحرب بعد داعش لمكافحه المفسدين، واذا به كل شيء ما يسوي. يعني انا اقول كل شيء ما يسوي، هذا وفق المعايير اللي قاعد نريد نشوفها في نظام برلماني وحكومه شكلت من مجموعه قوى سياسيه. بالتاكيد رئيس الحكومه ما ممكن انه بوحده يتخذ هذه القرارات وتمرر، يحتاج اسناد نيابي، قصدك اكيد لو اسناد سياسي، اكو فرق ترى بين الاثنين. السياسي يكون القوة السياسية تتحمل مسؤوليتها وتكون صريحة وصادقة مع الرأي العام، هذا واحد. واثنين برلماني توقف مع الحكومة. من يجي شو يسوي البرلمان اذا انطاه تفويض مطلق؟ بعد شو يسوي اكثر من هذا؟ قال له يا عبادي انت مفوض تفويض مطلق، روح شو تدري يسوي يسوي، شو يسوي له بعد؟ ما بعد التفويض كان هناك استضافه ايضا، وطرح باعاده تشكيل الحكومه
صار اختلاف عليها. وهذا هذه نقطة التحول. وراء التفويض صار اختلاف على تغيير الحكومة. وإحنا كنا يعني أتذكر ناقشنا هذا الموضوع في مجلس الوزراء. قلنا إذا المطلوب من عندنا تغيير الحكومة وبالتحديد طرح هذا الموضوع السيد عادل عبد المهدي. خلي نقدم استقالتنا كلنا الوزراء والسيد ويترك القرار للسيد رئيس الوزراء حتى يختار وزراء حكومة. ما أعتقد هذه دستورية القصة، من يستقيل الحكومة معناها رئيسها يستقيل. أنها دخل هذا الجدل أنه هذا راح يصير إسقاط للحكومة وغيرها. قلت لك هو ماكو إجماع سياسي واتفاق أنه فعلا من نقعد على هالطاولة فعلا يدنا نصحح وضع سياسي، نغير جزئي بالحكومة، نغير كلها، ما صارت. بشكل عام تعتقد الوزارة اللي أنتوا بيها الآن هيئت لها الظروف من حيث الإجماع على تفويضها والإجماع على مساندتها، نجحت بتحقيق شيء، غيرت شيء معين على أرض الواقع برأيك؟ كل منصف يتابع أو يقرأ المشهد العراقي بعد تشكيل الحكومة والتحديات اللي كان أمامها من احتلال داعش لأراضي ثلث العراق، أزمة مالية خانقة وصلت بينا في مراحل شهر ما نقدر نجمع الرواتب، وضع سياسي مرتبك. صحيح كان هناك دعم، وأكيد وجود الإجماع الشعبي، فتوى المرجعية، نهضة العشائر، القوى السياسية، كلها كانت عوامل مساعدة. لكن الحكومة حققت منجز مهم يتمثل بالانتصار، نجحت في تسيير أمور البلد رغم الأزمة المالية. إيش قد نسبة النجاح؟ يعني وفق ما متوفر لدينا من موارد. إحنا كنا نأمل الأفضل ولا زال أمامنا الطريق يعني جي. حتى نقول نجحنا، لكن وفق ما موجود. خلينا نتحدث عن الظروف الانتخابية اللي إحنا على أبوابها إلى غاية الآن. عفوا، كنت حضرتك رئيس هيئة المساءلة والعدالة بالوكالة في فترة ما. هاي الهيئة غالبا ما تثير حفيظة الناس بشكل أو بآخر في الأوساط السياسية وحتى الشعبية قبل الانتخابات بشهرين. قبل الانتخابات بشهرين لازم يكون قرار من هاي الهيئة من أجل استهداف مجموعة من الناس من المرشحين. في بعض الأحيان تتهم هذه الهيئة أنها تستخدم سياسيا من أجل تسقيط بعض الشخصيات. من خلال وجودك على رأس هذه الهيئة في فترة ما، تعتقد أنها خاضعة فعلا لضغوطات سياسية من هذا القبيل؟ تسألني عن فترتي سنة، أنا داومت سنة من شهر السادس 2011، كان عمل مهني بشهادة الكل، وفي جلسة خاصة تعهدت أمام السيد رئيس البرلمان الأسبق أنه عندي مقترح تعديلات، إذا تتنفذ هذه التعديلات أنا أتكفل بغلق الملف خلال سنة. خلال سنة واحدة؟ خلال سنة واحدة تعديلات حتى تعالج بعض المشاكل. ولا تعديلات تتعلق بالقانون؟ يعني تعديلات بالقانون، قانون المساءلة والعدالة. قلت له أجي أمام البرلمان وأتكفل أتعهد بإغلاق هذا الملف، لكن للأسف يجوز البعض يريد هذا الملف يبقى من كل الأطراف، يستخدمه سياسيا من كل الأطراف. أكو أطراف هم تريد البعض أنه يدخل ويشاركهم. الأطراف المدافع عن 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 الاجتثاث والمجتثين أيضا، كل الأطراف، كل الأطراف، أي كل بدون استثناء. وفي فترتنا يمكن قانون 10 لسنة 2008 فعل بشكله الصحيح. أنا مصدر 13 قرار بين الإحالة للتقاعد أو بين العودة للوظيف، في حين القرارات اللي صدرت للهيئة من هيئة الاجتثاث إلى المساءلة 10 قرارات من 2004 ل 2011، لأنه كانت الحكومة وبالذات السيد رئيس الوزراء كان داعم لتنفيذ القانون، قانون 10 سنة 2008. استبعدت مجموعة من الشخصيات السياسية في الانتخابات الماضية فيما خاضتها في الانتخابات الحالية، سواء على مستوى شمولها بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة أو على قضايا قضائية أخرى. قضايا القضائية ما لنا علاقة بها. فعلا فترتك استخدمت القضية سياسيا؟ كان عليك ضغوط سياسية من أجل تمرير هذا الملف أو ذاك؟ ابدا، انا فترتي ما كان في انتخابات حتى ما كان في انتخابات. نعم. والقرارات قلت لك القانون نفذته تنفيذ حرفي،
نفذت القانون وما كان هناك ما تعرضت الضغوطات السياسية أبداً في حينها أبداً ما سمحت لأي أحد يدخل. أنا هذا وضعي في كل وزاراتي في كل عملية فعلاً فعلاً حضرتك مشمول بإجراءات هيئة المساله والعدالة واستثناك السيد المالكي من هذا؟ لا لا مو صحيح؟ لا لا مو صحيح. يقال أنه كنت عضو شعبة عضو فرقة هاي ضمن الحملات الترفيق ولي. شنو كانت درجتك الحزبية الآن؟ أنا لم تكن لدي درجة حزبية أبداً؟ أبداً. أنا والدي معدوم طيب. وخمسة من أفراد عائلتي معدومين وتعرضنا ما تعرضنا فلم يكن هناك طيب دماغي. طيب ائتلاف دولة القانون حضرتك رقم اثنين بالقائمة في بغداد على ما أعتقد هذا ترويج انتخابي بلاش مجاني حتى شكرا لك. تعتقد أنه أكو حظوظ لدولة القانون تشبه حظوظها في 2014 لو قلت اضمحلت بشكل أو بآخر؟ بالعكس حظوظها قوية دولة القانون واستطيع أن أدعي احنا تدري بدينا مجلسات ولقاءات على مستوى جمهورنا وجدنا الاستجابة والتفهم. دولة القانون عندها مشروع محافظة على خطابها الوطني متماسكة بكتلها بائتلافاتها برؤيتها بتشخيصها للحال هذا كلها عناصر قوة شخصيات أيضا من الشخصيات المؤثرة واللي إلها عمل حقيقي في داخل المحافظات على مستوى المحافظات لذلك مو تفاؤل مفرط بقدر ما واقعية وتقييم لما وجدناه خلال هذا الشهر أو الشهرين حظوظنا هي الأقوى من بين القوائم السياسية الموجودة. تعتقد أن دولة القانون ممكن أن تكون ككتلة أكثر يعني تفوز بالانتخابات مثل ما فازت بالمرة السابقة؟ الوضع اختلف تدري ائتلاف دولة القانون كان معانا الأخوة في بدر المستقلين كثير من الكتل السيد العبادي جزء من حزب الدعوة الإسلامية كان فكلها يمكن إذا أريد بالنتائج والتوقعات يمكن نحافظ على حجمنا كدولة قانون سابقة مسألة الكتلة الأكبر كل المراقبين يؤكدون أنه ماكو كتلة راح تحظى بعدد كبير من المقاعد وهذا خلانا وكل الكتل السياسية نشتغل من هذا الوقت أنه كيف نحقق توافق وتفاهم أولي حول طبيعة المشروع السياسي للمرحلة القادمة. راح أوقف عند كلمة توافق وارجع لها بعدين أرد أسألك أنتوا بعدكم تفكرون أو هيئتوا الأمر على أساس أنه عندكم مرشح لرئاسة الوزراء في الفترة المقبلة لو ما ناقشتوا هذا؟ لا لا هذا الموضوع غير مطروح بالوقت الحاضر. احنا نأكد على المشروع مشروعنا مشروع الأغلبية السياسية جي. اللي هو قلت لك عليه توافق وتفاهم تفاهم هو توافق يختلف عن الأغلبية السياسية. لا 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 احنا نريد نبتعد من التوافق والمشاركة والوحدة والفريق المنسجم. ممتاز ترحون على 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 الأغلبية السياسية. الأغلبية السياسية طبعا الأغلبية سياسية وطنية نفس الشيء. خليني أقول لك شغلة البعض يشكك بهذا الشعار ويعتقد ليش؟ أنه ليش دولة القانون حصلت 95 مقعد بالانتخابات الماضية وما قدرت تسوي أغلبية سياسية فهسه تحصل على 30 40 50 شو تسوي يعني؟ شو راح تسوي؟ الوضع اختلف. شنو اللي اختلف؟ احنا بال 2010 انتخابات 2010 وانتخابات 2014 طارحين هذا المفهوم مشروع. وكان نجابه برفض انتوا تريد تاسسون لدكتاتوريه مغلفه بالديمقراطيه ماكو هيك هذه مكونات هذه اطياف الكل لازم تشترك من هذا الكلام الان الوضع اختلف لا الكل اقتنعت كل القوى السياسيه كل المكونات اقتنعت انه الاغلبيه هو الحال نعم واكو تفاهمات اوليه مع اطراف سياسيه نعم اكو تفاهمات تقدر تقول لي منو التفاهمات ويا منو مثلا لا في وقتها نعلنها لكن محورها يعني بس اريد اسالك من مختلف الطوائف والقوميات نعم اكراد يعني ايضا وعرب طبعا طبعا وهذه نقطه مهمه الاغلبيه مو فقط يعني اغلبيه انه شيعة يحققون اغلبيه يحكمون او المكونات الاخرى لا اغلبيه سياسيه تجمع ما تستثني كل مكون فتفاهمات محورها دوله القانون صاحبه المشروع ولذلك احنا يعني واثقين من توجهنا من رؤيتنا هذا المشروع الى قبول حتى الاطراف الدوليه الصديقه الامم المتحده يجوز هم قبل كانوا يعترضون يعني ويطلبون استشاره اكو تفاهم الان فعلا قالوا الوضع العراقي ما ممكن يحكم ويدار بشكل صحيح وحتى نعجل بالاجراءات وننهض بواقع شعبنا إلا من خلال حكومة قوية تستند إلى أغلبية سياسية في البرلمان. زين إذا دولة القانون اضطرت أن تتحالف من جديد
مع مكونات التحالف الوطني لتشكيل الأغلبية السياسية، راح تروحون باتجاهها، يعني بمعنى أصح من يشكل التحالف الوطني فقط وافق على مشروعكم فيما لم يوافق آخرين على هذا، أيضا راح تروحون باتجاه الأغلبية السياسية؟ فهمنا الأغلبية السياسية أنه من استثني أحد من المكونات مو هدف نروح نجمع التحالف الوطني من جديد ونذهب، بالعكس هم راح يروحون الأخوة، ولو ما اريد اقولها المكون السني هم يجمع كل قوائمه والاخوه الكل. لذلك نقول ان المشروع الاغلبيه السياسيه يستند بالاساس على ان يكون ممثل لجميع المكونات والطوائف. نعم ما يستبعد احد. ما يستبعد احد، جيد. عندي فقره بالحلقه اسمها صوره وتعليق، راح اعرض لحضرتك مجموعه من الصور واعود واسالك عليها. خلينا نشوف الصوره الاولى شباب. بهاي اللحظه وين كنت حضرتك؟ في محافظة ميسان، وأسعد يوم في حياتي. صحيح؟ طبعا. شنو كان مهنتك وظيفتك في وقتها؟ مهندس زراعي في مديرية زراعة ميسان. في المديرية في محافظة ميسان. اللي بعث لنا هاي الصورة يقول محمد الشاعر السوداني كان لابس زيتوني ويفتر شوارع العمارة. يا نكتة. 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 ما تستحق التعليق. العمارة يعرفون زين انه محمد الشاعر السوداني. وما لبست الزيتون وياهم؟ لا لا ابد. زين، الصورة اللي وراها ما يشرفني. سيد رحيم العقيلي، تعتقد انه هو تعرض للظلم في استبعاده بهذه الطريقة وصدور احكام قضائية متلاحقة؟ بالمناسبة من كنت حضرتك هيئة برئاسة هيئة المساءلة والعدالة هو ايضا خرج بهاي الفترة بالضبط. نعم، اتذكر. تعرض للظلم؟ لا لا. اتذكر انه شمل بالمساءله لكن انا ما مطلع على ملفه حتى اقول هو ظلم، لانه هو شمل بالمساءله والعداله. هو الرجل يقول انا ما اشوف وفق القانون، هو رجل قاضي ويقدر يعترض امام الهيئه التمييزيه، وقرار الهيئه التمييزيه بات ونافذ. ليش هذا التزامن ما بين صدور شموله باجراءات هيئه المساءله والعداله وما بين استبعاده من هيئه النزاهه؟ ما له علاقه. على اساس انه هو استقى على اساس خلافه مع السيد المالكي؟ لا ما له علاقة. أنا هيئة المساءلة والعدالة هيئة رسمية تجيها مخاطبة من أي جهة من دوائر الدولة وتدقق ملف، وهذا الملف ما كان يعني في حينها يتعلق بتعيين أو كذا أو إقالة. ملف موجود. أريد أسألك سؤال محدد، هو ظلم لو لم يظلم بالمساءلة والعدالة؟ إيه؟ لا لا بالعكس، قرار يستند إلى القانون وصار شموله. ما ظلم. كانت عدة درجة عضو عامل وشمل بالمادة ثامنة، فيفترض يقدم طعن لدى الهيئة التمييزية، والهيئة التمييزية إذا تقول مشمول ينتهي قرار. هو عضو العامل هم مشمول بالقانون؟ مشمول بالقانون. خلينا نشوف اللي الصورة اللي بعدها شباب. ظلم لو ما ظلم عبد فلاح السوداني وزير التجارة السابق اللي حكم عليه. القضاء هو اللي يحدد. انت شو تقول رايك هسه؟ كل واحد بينا عنده راي، انا هم عندي راي وكل الناس عندهم راي. رايك شو؟ اقول القضاء عنده ملف، اكو تحقيقات مفتش عام، واكو قرارات اتخذت، وهذه ما نريد نشكك بها. بس اكو تركيز، يعني مثلا من تطرح قضيه عبد الفلاح السوداني لدى المواطنين، شو تبادر الاثان؟ عبد الفلاح السوداني جواني حمله مال فلوس دولارات باكها من التجاره وشرته، مو هذا المفهوم؟ بالاخير فاسد، بالاخير القضاء قال فاسد. لا لا، اكو فرق بين هذا المفهوم وبين وحده من القضايا اني صادقت عليها لما صرت وزير التجاره قبل الاقاله، وحلت كتاب للمحكمه حول مصادرة أموال منقولة وغير منقولة، نفذت الإجراء القانوني، خلل إداري، إجراءات كان يفترض تتخذ من الشركات ما اتخذت، وصار التحقيق. ظلم بالأخير لا ما ظلم؟ هذا القضاء يحدده. من خلال متابعتك صرت ظلم شعبيا، وكأنه الفاسد الوحيد وهو اللي سرق أموال العراق، لكن إيش كم فاسد في العراق؟ ليش ما صار؟ يعني عندنا هسه ما اريد نذكر وزراء قبله بعده استلموا وقضايا بالنزاهه، شو الاعلام ما ركز عليهم؟ اكو هواي اخذوا اموال وهربوا وشخصيات معروفه
ومن كل الجهات. هسه بالاخير ما صار انا استنتج من كلامك انه رحيم العقيلي لم يظلم وعبد فلاح السوداني ظلم. صحيح. في ختام هذا اللقاء تستنتج انت في ختام هذا اللقاء كلام واضح ومسجل. لا يسعني لا نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الوزير السيد محمد شاع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعيه والصناعه والمعادن. شكرا جزيلا جنابك. شكرا جزيلا. وانتم سادتي المشاهدين الكرام شكرا لطيب المتابعه. التقيكم في حوارات مقبله باذن الله تعالى.